السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت مهم جدا للبحث العلمي، بيوفر أدوات قوية جدا عشان تقدر تدور على الأبحاث اللي أنت عايزها. بيقدر يعمل بحث في أي جورنال بوكس، الكتب، الصور، تقدر ترفع أصلا ملفات بتاعتك وتبدأ تعمل الأناليسيس دي وتبقى برايفت خاصة بيك، مش متشارة مع الناس كلها. هو بيديك إمكانيات كويسة جدا، في تولز كويسة برضه، يعني لو جيت أنا قلت له تولز هتلاقي في أداة جميلة اللي هي دي التكست اناليزر، بيرفع الملف بتاعك ويبدا يجيب لك ايه الابحاث المرتبطه بيها وايه الكلمات الرئيسيه اللي موجوده في البحث بتاعك، ويبدا يدور ويجيب لك الابحاث المرتبطه بيها واللي هتفيدك وتوفر عليك وقت في البحث. او ممكن تكتب تكست عادي وهو يبدا يدور لك ويحلل لك الافكار والكلمات الرئيسيه ويوفر لك كل الابحاث اللي مرتبطه بالبحث بتاعك، فيوفر لك الوقت والجهد ويوفر لك الابحاث اللي انت عايزها. والابحاث موجودة فيها من سنة 1900 لحد 2023، ومعمولة منظمة ومرتبة.